في العدد الجديد من مجلة الرجل، رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، عراب الجمهورية الجديدة وحكومة من الشباب. يرى أن صناعة الرؤساء من الجيش انتهت في الجزائر ولم ترشحه أي جهة. يدعو إلى تغيير عميق في الدستور والبلاد تبنيها كفاءات أبنائها. الدستور الجديد سيحدد ولاية الرئيس بواحدة قابلة للتجديد. يعمل على تسليم المشعل للشباب واختيار حكومة بأعمار 26 و27 سنة. عبر عن سعادته بلقاء السفير السعودي والعلاقات السعودية الجزائرية متجذرة. وفي هذا العدد أيضاً 5 يقودون قطاع السياحة في المملكة، 7 خواص تجعلك قائداً استثنائياً، 3 عناصر للعروض التقديمية العظيمة يتجاهلها أغلب المتحدثين، أفضل 5 كتب عن التشبيك لتعزيز العمل المؤسسي. كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي في مستقبل الرعاية الصحية؟ مجلة الرجل، للرجل قصة تروى.